هو انه المعدلات 18 19 شحال 18. الله يخليكم العام الجاي وصلوا الوليدات الرقم ديال البوليس 19 كلشي يجيب 19 معدل. خليونا في الامن الوطني. لا واللي زوينه هو كيف شوف راه المعدل كيلعب دوره كيلعب دوره. ولدك الا جاب 18 ماشي كتبدل انت بغيتي في الدرب واش غدير وانا قرا ماشي الا جاب 11. انا ولد اختي ولد اختي ضرب الباك ثلاث ايام ما شناش ثلاث ايام ويقلبوا عليه ملي شداته اختي قالت لي شحال جبت مخزون عند الوالدين شحال جبت جبت 3.75 يلا غنضربو. قال لي الوالده زكي قال لي الوالده زكي زكي ما تضربيش طلع عند الوالدين وليدي وليدي اش 3.75 واش هذا معدل ولا هزه ارضيه؟ حتى الناس يجيبوا المعدل ديال بصح. واحد القضيه هنيئا لكم بهذه البيسيات تفيقات حاره على المديريه العامه للامن الوطني اللي غادا مع التكنولوجيا غير اللي زوين راه بلا مود باس حطيه في الزنقه والله ما يهزوش الشفاه معروف ديال الامن الوطني. هذا اللي زوين واللي زوين بزاف واللي اثار الانتباه ديالي وكنحيي الامن الوطني. كانت هذه فرصه شحال هذيك اللي بغي نقولها هو انه ملي كنلقاو البنيه والاب ديالها يتعطر لانه خدام تحيه كبيره للامن الوطني عيد وعواشر وليل وصباح وشتا وبرد وسهل تفيقات حاره وحاره بزاف لانه انا ملي كنكون غادي للمصلى انا والوليد ولا غادي في العيد كتلقى بوليسي ديال سيركيلاسيون خدام تما كنقول ها البوجور ديالهم لكن هما كيعطيونا البوجور حنا نعطيو البوجور ديالهم. وعلى ذكر الناس ديال سيركيلاسيون بوليسي ديال سيركيلاسيون تعين هنا في الدار البيضاء وهو جديده وتعين الدار البيضاء وجات مو تشوفه هو خدام قالوا لها راه كاين في الرونبوان ديال شيمي كولور او جات لقاتو خدام قال لها الوالده بركي بركا تاكل بالمساله وبقات تشوف فيه كتشوف ولدها والكبده الكبده خدامه وسيد خدام مسكين في العروقات والشموشات سالات تعشات مشات لدارهم رجعت لدارها قال لها الراجل هاي انت كي لقيتي الدري قالت لي اسكت لا تدويش على الدري قال لها شنو قالت لي ولدي الله يغطيه برضا وفرشو برضا قال لها شنو قالت لي اسكت 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 يقول الدار بيضاء وقفي قول لها زيدي زيدي لا واحد القضية اللي زوينة بزاف هو أنه أنا بعدا كنبوز وكيبقاو فيا الناس ديال الأمن لأن هاد بعض المرات كتلقى خطة أمنية كتلقى دراسة أمنية بوليتي كيتكرفس كيتمحل مع الشمكارة مع أصحاب الكريساج. اليوم مشاركتي في الحفل ديال أبناء الأمن الوطني لأنهم حصلوا على معدلات كبيرة وهذا شرف كبير أنني نكون معاهم اليوم في هذا الحفل مع الناس ديال الامن الوطني. وعرفتي زوينه انك دوزتي حفل في الكوميساريه الكبيره ديال المعارف ما سهلاش. الحمد لله الابتسامه ديال رجال الامن بما فيهم السيد بريفي والعمداء والناس كاع الطياف ديال البوليس صافي بليزير. فتيح مازال غادي في الطريق الحمد لله. كنضحكوا الجمهور العادي وكنضحكوا الامن الوطني ضحكوا الدرك الملكي قوات مساعده هذا هو الفنان للوطني كله وللشعب كله. كنتمناو ان هاد الوليدات ان شاء الله يفرحوا الاباء ديالهم بشي معدلات اخرى في الماستر ان شاء الله في الدكتوراه. والفنانه دائما حاضرين مع الامن الوطني وجميع المراتب الامنيه لانهم حنا بلا امن ما كنسوا والو. وكنشكروا مديريه الامن اللي استدعتنا اليوم اننا نزرعوا البسمه على شفاه الناس ديال الامن الوطني. وصعيبه صعيبه باش تضحك بوليسي صعيبه بزاف الا لمستي ليه لو فون ديالو وضحكتيه بصح. بوليسي ما كيجاملش ولكن كيصفق عليك من نيتو. بيني وبينكم خصكم تعرفوا واحد القضيه راه الفكاهيين كيدصروا تيعيوا في العرس وفي السهرات والمهرجانات ولكن ملي كنجيو كنخدموا مع البوليس كتخدم فقره فكاهيه سورسي عاد خسر الهضره هذاك السيد اللي جابك سي عبد الله العلوي تسيقه الحار عليه. عرفتي اش هذه البارح؟ ما تقولش هادي تقول شادي ما تقولش ما تقولش قال لي انا نكرك انا نقول لهم هذا كان دايزو طلبناه. تحيه كبيره للناس ديال الامن الوطني والله الا بالصح من القلب نحبكم كثيرا بلا بكم بلا بكم البلاد ما فيهاش امن انتم الامن الوطني ورحنا عايشين في هذه البلاد وكنشوفوا المجهودات ديالكم. برافو عليكم كاملين لان جميع المصالح لانكم سند ديالنا وكيف عودتونا دائما وهذيك كنا كنسمعوا هاد الاجداد اللي ما ربوش ولادو يربيه المخزن واليوم عرفنا ان المخزن مربي ولادو ومربي ولاد الشعب.
تحية كبيرة للأمن الوطني ولذات الأمن الوطني. وحنا الفنانة بشأن الصحفيين وبشأن الجميع أطياف المجتمع، حنا راهن إشارة الأمن الوطني في المناسبات الفنية، لأنه تحنا اللي كنكونوا في السهرة كتخدموا أنت مرتاح، لأنه واحد بوليسي حاضر الجمهور وحاضر لك الأمن. تحية كبيرة، شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.